سلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير. مهم هذا الفيديو ما غاديش نبان فيه، انا غادي نقدم فيه الوصفه ديال هذوك لي مفل وشوكولا اللي كنت درت في العيد، وبزاف ديال الاخوات طلبوه مني، ولا في اليوتيوب في لي كومونتير ديال اليوتيوب، ولا في الانستغرام بزاف اللي تيقولوا لي هو دا بغينا هذوك لي كريب وبغينا هذوك لي مافل اللي درتي. المهم اليوم قلت غادي نوض، والله ما نعكس، غادي نوض نصوبهم لكم. الا بنت صورت راسي راني غتعجبني الهضره معكم، وغادي نبقى نطول عليكم، وانا ما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف، بغيت ندخل مباشره في الوصفه باش نوضوا تصوبوها دغيا. المهم نبدا نقدم لكم شنو كاين عندي هنا. 200 غرام ديال الفورس، 200 غرام ديال الفورس، غادي ندير معاها 40 غرام ديال النشا، 40 غرام ديال المايزينا. ها هي هنا راه ديجا دايره قريصه ديال الملحه، غادي ندير معاها 40 غرام ديال بودر كاكاو، المر يكون كاليتي مزيانه. انا كنتقدم على عبد الكريم، راه قلتها لكم المره الفايته اللي كاين في المحمديه، والاخت اللي كانت سولتني على العنوان ديال عبد الكريم، عبد الكريم راه كاين من مورا مدرسه القادسيه، راه كاين محل ديال عبد الكريم تما. 40 غرام ديال الكاكاو، وغادي ندير 40 غرام ديال السكر الاشقر لاكاسوناد او السكر البني، وغادي ندير 100 غرام ديال سنيده. دابا غادي نخلط النواشف بوحدها، وغادي ندير واحد ساشيه ديال الخميره، غادي نغربلها لان كيكونوا فيها حبيبات. هاد النواشف غادي نخلطها بوحدها، وغنزيد معاها واحد معلقه صغيره ديال الفاني. ها هي، وغنزيد معاها واحد راس معلقه ديال البيكربونات، بيكربونات انا دايرهم في هاد القريعه، واحد راس معلقه ديال البيكربونات. نعاود معكم اش قلت، انا غادي نخلط النواشف، درت 200 غرام ديال الفورس، 40 غرام بودر كاكاو، 40 غرام ديال مايزينا، و100 غرام ديال السنيده، و100 غرام و40 غرام ديال السكر الاشقر، وراس معلقه ديال البيكربونات، وساشيه ديال 7 غرام ديال الخميره، وقريصه ديال الملحه. غادي نخلط النواشف بوحدها، وهاد النواشف غنزيد معاها هنا شوكولات، شوكولا غيش نواغ، يعني الشوكولات الممتاز الاسود من نوع جيد، قطعته طريفات، وغنزيد معاها واحد شويه ديال لي بيبي شوكولا، دوك الحبيبات ديال الشوكولات اللي كنديرو في الكوكيز. غنخلي هادشي على جنب اللي خلطته هنايا، وغادي ناخد واحد البول واحد اخر، غادي ندير فيه 160 غرام، 160 غرام ديال الحليب، 100 غرام ديال الزيت، هادو السوائل غتخلط بوحدها. هنا 160 غرام ديال الحليب، وهاد لي مافن كيتخدمو غير بيضة وحدة. غادي نخلط هادشي، راه
راه الا بغيتو ديرو ديك سنيده اللي درت 100 غرام سنيده و 40 غرام ديال السكر الاشقر، تخلطوها هنا مع الحليب والزيت والبيضه باش تذوب، راه ممكن. وكنكبو هذيك السوائل كلها كنكبوها على النواشف، ومني كنبغيو نخلطو ما نبقاو ما نطربوش بحال غادي نطربو بحال غنطربو شي كيكه، نخلطوه بشويه لان المافن ما كيبغيوش داك التراب بزاف باش يجيو زوينين ومفقعين. انا كتعجبني كلمه مفقعه كزاويه كزاويه. حاولوا مع غير بشويه غير باش يتخلص لينا الطحين. هي العجينه راه كتجي ثقيله، راه ما كتجيش خفيفه. شو العجينه كي كتجي صافي، كنجمع على هاد الجنيبات ديالها هنايا هو. عرفتي طالعه ديك الريحه ديال بودغ كاكاو طالعه خطيره. ها العجينه كي كتجي شتي ما كتجيش خفيفه، كتجي واقفه شاده في راسها. ودابا غادي نبداو نعمرو لي كاسات ديالنا. هي بسم الله هانتوما. غندير معلقه معلقه في كل كيسات حتى الاخر، وداكشي اللي بقى ليا نعاود نفرقو. راه ما كيديعوش واخا تعمروهم شويه، راه ما كيديعوش. عرفتي دوك الطريفات ديال الشوكولا اللي درنا من الداخل؟ واو. فاش كيبردو هما من الاحسن ما تاكلوهمش وهما باقين سخان ولا دافيين، خليهم تا يبردو مزيان، لان ملي كيكونوا سخان ديك الشوكولا كتكون باقا ذايبه لداخل. فاش كيبردو مزيان، ملي كيبردو مزيان داك الشوكولا كتشد في راسها، وفاش كتعضو كتعضو دوك الطريفات ديال الشوكولا اللي قطعت طريفات كتعضو فيهم نتوما كتاكلو، نتوما كتنضغو فدوك الطريفات ديال الشوكولا نوار، كيجيو بنانين. المهم اول حاجه هاد الوصفه هاد الوصفه خديتها من عند صاحبتي مليكه، كنوجه لها التحيه وكنقولها شكرا 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 بزاف على هاد الوصفه. خديتها من عندها هادي شي عامين كانت عطاتها ليا، وما نقول لكمش ولات معتمده عندي. جربت بزاف ديال لي غوسيت، بزاف لي غوسيت صراحه كلهم زوينين، ولكن كندور ندور وكتبقى هادي هي الوصفه الزوينه والساهله والمعتمده عندي، واللي ما فيهاش المقادير بزاف واللي ممكن اي واحد يديرها في دارو. شكرا ملوك. مهم انا مع صحاباتي، شي كي بارطاجي مع شي وشي كيعطي لشي. بحال دابا مثلا انا درت شي وصفه، درت شي وصفه زوينه
كنصورها كنصيفطها لصحاباتي، شوفوا هذه زوينه، حتى هما كينوضوا يجربوها كيصيفطوا ليا، كيعجبني الحال. ونفس الشيء حتى هما ملي كيديروا شي حاجه وكيبارطاجيوها معايا كنوض حتى انا نجربها. يعني هذا الشيء هو اللي انا دايره معاكم، راه حتى واحد فينا ما تزاد معلم، حتى واحد فينا ما تزاد معلم، كلنا كنتعلموا وكل نهار كنتعلموا. المهم سمحوا لي انا راه كندير صبعي، انا راه ما كنعرفش ندير ديك القضيه ديال نخوي بمعلقه. المهم انا كملتهم، انا عمرت لي كاسات ديالي كلهم، راه كيخرجوا 12 وحده. ها هما كيف الشوره هما عامرين. دابا غادي ندير ليهم، عندكم الاختيار، يا اما ديروا ليهم شويه ديال لوز افيلي من الفوق باش كتزيدوا تعطيو ديك القرمشه، وحتى في المنظر كيجيو زوينين، اولا تزيدوهم مازال شويه ديال لي بيبي شوكولا من الفوق. انا كملت ليهم هذاك اللوز افيلي من الفوق، دابا غادي ندخلهم للفران اللي انا سخنته من قبل على 170 درجه الفوق والتحت، وغادي ندخلهم ونطلقهم من بعد. ها هما طابو، نحطهم من هنا تيبردوا، وكي قلت لكم من الاحسن انهم تيبردوا مزيان باش تذوقوا داك الطعم ديال الشوكولا اللي فيهم من الداخل. الشوكولا خصها تبرد وتشد في راسها. ها هما لي مافن ديالي، كنتمنى انهم عجبوكم. ها نتوما كيفاش كيجيو، شفتيو كيجيو خفاف وزوينين، ونتمنى انكم تجربوا لا غوسيت وتردوا عليا، وشكرا بزاف على المتابعه، وبسلام عليكم.